صباح الخير واهلا بحضراتكم. يوم جديد وجمعه مباركه على حضراتكم. 11 اغسطس 2023 يوم جديد فيها نتابع مع حضراتكم في جوله اخباريه اهم ما مر على مصر والعالم امبارح وكمان المتوقع النهارده ان شاء الله من احداث مختلفه. والحقيقه انه هيكون معانا كمان فقرتين مهمين، الاولى هتكون منهم عن المساجد الاثريه واعاده افتتاحها وتطويرها من جديد. طبعا هنقف كتير وقفه تاريخيه عند تاريخ تاسيس وانشاء هذه المساجد، لا سيما وانه مصر الان بتشهد حاله من حالات التجديد والترميم لاغلب المساجد الاثريه وتحديدا مساجد آل البيت. بداها السيد الرئيس بتطوير واعاده افتتاح مسجد سيدنا الحسين، ومن ايام تابعنا افتتاح مسجد السيده نفيسه نفيسه العلم رضي الله عنها وعن طبعا سيدنا الحسين، وان شاء الله بنقترب من افتتاح وتطوير مسجد السيده زينب. كل مساجد آل البيت وكل المساجد في مصر المدينه التي تزيد على 1000 مئذنه او القاهره تحديدا المدينة التي تزيد على 1000 مأذنة يعود إليها من جديد رونقها القديم، يعود إليها من جديد الطابع المعماري الفريد الحقيقة في العمارة الإسلامية هنا في مصر. فقرتنا الثانية هتكون عن موضوع مهم كمان يخص الفلاح المصري، والحكومة في طريقها لتخفيف عنه قررت مد العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان سنة أخرى إضافية. دي فقراتنا اللي هتكون معانا النهارده. واسمحوا لي فقط وسريعا قبل ما نروح لفاصل اتكلم عن شخصيه شديده الاهميه لكن بشكل سريع نتيجه ضيق الوقت. النهارده 11 اغسطس بيمر 8 سنوات على رحيل واحد من اهم الفنانين اللي جاؤوا على مصر، اسس مدرسه فنيه وسينمائيه خاصه بيه للغايه. النهارده 8 سنين تحديدا 11 اغسطس 2015 بتمر ذكرى رحيل الفنان والممثل والمخرج والمنتج الاستاذ نور الشريف. البعض كان يلقبه بفيلسوف وأديب الفنانين وأديب السينمائيين. نور الشريف رحلة مسرحية بالأساس عميقة للغاية ورحلة سينمائية لا تقل أهمية، نظرا لأن نور الشريف زي ما قلت أسس مدرسة فيها رؤية، كان ممثل لديه رؤية وكان ممثل لديه مشروع فني. الحقيقة أنه اغترف من إنتاج نجيب محفوظ الإبداعي القصصي والروائي، وقدم طول الوقت مشروعه اللي كان فيه معني بفكرة الخلق ومعني فيه بفكرة الله سبحانه وتعالى ومعني فيه بفكرة المصير. أذكر أنه بالمناسبة المصير طبعا واحد من أفلامه العظيمة اللي أخرجها المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين. تاريخ مسرحي وسينمائي وأيضا تلفزيوني شديد الأهمية، بالإضافة إلى المواقف وبالإضافة إلى مدرسة تعليم الأداء ومدرسة نطق اللغة العربية، وكيف أنه استطاع أن يقدم دراما تلفزيونية تحديدا فيها عمق كبير جدا في التاريخ وكذلك عمق في الدراما الدينية اللي افتقدناها بشكل كبير في تلفزيوننا المصري حاليا. لكن نور الشريف ببراعته في اللغة العربية كان يقدم مزيجا فريدا في اللغة العربية وفي الدراما التي يقدمها في السينما، علامات فارقة في تاريخ السينما المصرية عموما وفي تاريخ الممثلين خصوصا. سنجد أن نور الشريف حجز له مقعدا خاصا بين نجوم جيله اللي هو بيطلق عليه جيل الوسط الحقيقة، طبعا بالتزامن وبالتزامل مع زملاء آخرين، لكن بيبقى نور الشريف علامة فارقة ربما لإجادته اللغة العربية، ربما لاختياره النص، ربما لتحمسه ومصابرته، ربما لزمالة العمر التي عاشها مع المخرج العظيم القصير عمرا عاطف الطيب الله يرحمه، ربما لأسباب كثيرة تحمل فيها تكلفة إنتاجية لإنتاج أفلام لم تنل قدر كبير من الشهرة أو الرواج في دور العرض السينمائي لكنها حفرت الحقيقة مجال كبير في السينما. لو هتحدث عن نور الشريف ربما لا يسعنا الوقت، لكن أتصور أنه في يوم الجمعة المباركة نترحم جميعا على واحد من العظام التي أنجبتهم مصر وما زالت تنجب أيضا العظام، رحم الله الفنان الكبير نور الشريف. فاصل قصير ونبدأ معه جولتنا الإخبارية. صباح الخير، معاك كابتن محمد سمير. كتير منا بيتمرن عادة القلب اللي هي السمانة ما بيحس اي تطور فيها، طب ايه المشكلة وازاي نبدأ نحلها؟ اشوفكم بعد الفاصل. كتير منا بيلعب على الجهاز ده
وبيحس بكده اللي هو يكون مرن عضله القلب او السمانه وبيحس اللي فيه وجع وهو بيلعب. طب ليه ما بيحس تطور او اللي هو التطور بتاعه ما بيزيدش بالتمرين ده؟ التمرين ده بيشغل حاجه اسمها ستولس في عضله السمانه. عضله السمانه ليها عضلتين، عضله داخليه وعضله خارجيه. العضله الداخليه اللي هي السولس، وانا قاعد بمرنها بالشكل ده، يعني وانا قاعد وابدا بالشكل كده ببدا امرن عضله السولس، فبكده مش هتلاحظ اي تطور في عضله السمانه. طب عشان اعمل تطور في عضله القلب او السمانه ابدا اشتغل على انهي تمرين؟ احاول يكون رجلي مفروده عشان اشغل عضله الميدل واللاترال وابدا بالشكل ده. تمرين السمانه بالشكل ده هتبدا تلاحظ تطور في عضله القلب اللي هي السمانه. ممكن تلعبه على اي ماشين، المهم ان انت تكون رجلك مفروده والعضله ستولس وانت قاعد هتلعبها، بس مش هتلاحظ اي تطور. فبكده لازم تكون بتلعب السمانه بالشكل وانت قاعد عشان تقوي العضله الداخليه للسمانه، وعشان تطور من شكلها وحجمها تلعب وانت واقف بالشكل ده. ممكن تمسك اي ويت في ايدك بالشكل وتلعب 4 مجاميع او 5 مجاميع، ممكن تلعب بالشكل ده 7 عشان تبدا تركز على العضلات الميدل واللاترال، الزوايا بتاعت العضلات السمانه، وهبدا بالشكل ده. وبكده يكون عرفنا الفرق في عضله السمانه العضله الداخليه والخارجيه وازاي نعرف نمرنها. يا رب تكونوا استفدتوا، ونشوفكم في حلقه ثانيه. مرة تانية أهلا بحضراتكم، وبنبتدي سريعا مع حضراتكم جولتنا الإخبارية. بنبدأها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وجه أثناء اجتماع عقده مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بمواصلة العمل على استكمال المشروعات الخاصة أو تحديدا مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من السيد الرئيس لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن. وخلال الاجتماع تابع السيد الرئيس جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلاً، حيث تم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك،
مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذا في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التصدي لأي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا. ووجه السيد الرئيس الحكومة في هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات في ظل التقلبات المستمرة عالميا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب، خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء، الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية، بما يزيد على 3 ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري. مزيد من التعليق والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ ناصر حسين، أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح النور وأهلا بك وأهلا بكل المشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ ناصر. الحقيقة في اجتماع السيد الرئيس مع رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء المعنيين، وجه السيد الرئيس بمجموعة من النقاط اللي من شأنها الحقيقة التخفيف عن كاهل المواطن المصري في مجالات مختلفة وأصعدة مختلفة، كيف تابعت حضرتك هذا الاجتماع ونتائجه؟ أولا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له متابعة دورية وأسبوعية وربما يومية لأحوال المواطنين ومواجهة طبعا بعض مشكلات وظواهر تكون في فترة الصيف مع الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة. وصراحة يعني هي أزمة مش مصرية بس، هي أزمة عالمية طبعا، في ارتفاع في درجات الحرارة، في استهلاك أكتر للطاقة، ففي عدة ملفات سيادة الرئيس ناقشها مع المعنيين والمسؤولين سواء وزير الكهرباء أو بالنسبة لدولة رئيس الوزراء. طبعا على رأسها كان موضوع الكهرباء واستهلاك الكهرباء، لأن إحنا في العالم كله بيزداد الطلب على الطاقة، ففي طلب أكثر على الطاقة، في لازم يكون بالنسبة للأزمة دي إحنا مرينا فيها في سنوات سابقة اللي يبقى في عندنا استهلاك أكثر للكهرباء. وطبعا أجهزة الكهرباء أو المحطات بتدور بما يسمى بالسولار أو المازوت، يعني في تنسيق لازم يكون موجود ما بين
وزارة البترول ووزارة الكهرباء. فبالتالي احنا بنحاول نوصل لترشيد ان احنا نعدي الازمة دي في فترة الصيف. لكن احنا لينا انجازات في الكهرباء طبعا، كان في يعني اعتماد كامل على السد العالي، لا احنا في كهرباء جديدة وفي تعاون مع شركات في تنوير في مصادر الطاقة او الكهرباء حتى في الكهرباء بالضبط. كمان في اتفاقات لتصدير الكهرباء للسودان ولبعض الدول العربية، ونبقى في ربط كهربائي ما بيننا وبين الدول العربية. لكن احنا في أزمة مش في الكهرباء، في أزمة في الطاقة اللازمة لتشغيل الكهرباء أو الوقود، ده المعنى الأصح. طبعا بيبقى في زي اتفاق اجتماعي ما بين الحكومة وما بين البترول والشعب نفسه، أنه يتحمل فترة انقطاع التيار لساعة معينة أو بمواعيد معينة حتى تمر هذه الأزمة بسلام، باتفاق ما بين الشعب والإدارة في نفس الوقت. نعم، أيضا السيد الرئيس في الاجتماع أشار إلى الحقيقة أنه يتابع عن كثب، وكذلك يوجه الرئيس الوزراء والوزراء المعنيين بتخفيف الأعباء بشكل عام عن المواطنين. صحيح سيادتك ذكرت بشيء من التفصيل ما يخص بانقطاع التيار الكهربائي، واللي أشار إليه أيضا السيد الرئيس في معرض حديثه أو في معرض توجيهاته، لكن سيادته أيضا أشار إلى أمور أخرى تخص الأسعار، تخص التعامل مع المواطن في مشكلات أخرى تواجهه. بالضبط، يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه شعور قوي بما يبر به المواطنين، هو أحد المواطنين أيضا. لكن احنا في أزمة عالمية مش مصرية فقط، في يعني بنمر بما يسمى ان احنا في عندنا ارتفاع في التضخم، اكيد كلنا حاسين بيه. لكن التضخم ده ناتج من نقص في موارد النقد الاجنبي، في العمله الاجنبيه. عشان كده في طبعا خطوات لمواجهه مثل هذه الظاهره، بان احنا دلوقتي بنركز على التصدير اكتر. كان وزير الزراعه اعلن ان احنا عندنا اعلى صادرات هذا العام في الفواكه وفي الزراعه. احنا حاليا كمان بنصدر للسودان وبنفتح اسواق جديده. قناه السويس ايراداتها بتزيد، يعني في تعويض ل النقد الاجنبي، وده هيحل ان شاء الله قريبا. الحاجه الثانيه ان سياده الرئيس حتى كان يتكلم في موضوع ان هو مش عايز يزود ضغوط على المواطن، حتى في مواجهه شروط صندوق النقد الدولي او ان احنا بنتعامل ازاي مع سعر الصرف. كمان في تاكيد على ان احنا نعمل انجازات محليه لمواجهه اي ازمه. في تركيز على طبعا قلته في التقرير ان في زياده للرقعه الزراعيه بما 3 مليون فدان، يعني طبعا ده مساحه كبيره جدا ثوره زراعيه. ان احنا نعادل يعني ثلث المساحه المنزرعه حاليا. الدوله قامت بخطوات طبعا بالحفاظ على الاراضي الزراعيه وعدم البناء عليها. يبقى احنا لازم نتجه للانتاج المحلي حتى نواجه نقص العمله او حتى نواجه التضخم، لان دي اكيد فتره بيمر بيها العالم كله، وفي حاجه اسمها الدوره الاقتصاديه. الاحوال ما بتستمرش كده. الدوره الاقتصاديه بترجع تاني تزدهر تاني، يبقى في تنميه مستدامه. الكاتب الصحفي استاذ ناصر حسين، كل الشكر لحضرتك، شكرا جزيلا. نعود لاستكمال اخبارنا، وهذه المره خبر من وزاره الماليه. دكتور محمد معيط وزير الماليه اشار الى انه مؤشرات الاداء المالي المحققه في عام 2022 2023 الحقيقه جاءت جيده رغم الظروف الغير مواتيه على مستوى العالم بالكامل وارتفاع اسعار السلع الاستراتيجيه الاكثر احتياجا حول العالم. معيط اوضح ان الوزاره نجحت في خفض العجز الى 6% من الناتج المحلي بدلا من 6.1% في العام المالي السابق، وأضاف أيضا أن الحفاظ على معدل العجز في ظل المتغيرات الدولية يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة. بنروح سريعا لوزارة الداخلية، وبالتنسيق ما بين وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالتعاون وبالتشارك نظموا دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة. في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بكفاءة وقدرة العناصر البشرية لمواجهة الجرائم بخاصة المستحدثة منها،
نظمت الوزارة بمقر أكاديمية الشرطة بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام 8 دورات تدريبية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الدورات التدريبية في مجالات القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على المستويين المحلي والدولي في إطار اهتمام وزارة الداخلية بتطبيق معايير حقوق الإنسان في كافة تعاملاتها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين بشكل إنساني وحضاري. احنا سعداء ان احنا موجودين النهاردة في المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام لتدريب مجموعة من ضباط الشرطة المرشحين لمهام حفظ السلام في جهات مختلفة في العالم، موجودين عشان ندربهم على موضوعات القانون الدولي الإنساني، قانون النزاعات المسلحة، لتجهيزهم للتعامل أو تنفيذ مهامهم في الأماكن اللي هيتم إرسالهم بها. ومع استمرار الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للارتقاء بقدرات كوادرها في كافة مجالات العمل الأمني، نظمت الوزارة بمقر أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة في سياق مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. تم خلال الدورة التدريبية استعراض المعايير الدولية الخاصة بوثائق السفر وطرق تجميعها وإنتاجها وتدريب العملية على فحص هذه الوثائق وإلقاء الضوء على الوثائق المزورة والتلاعب بالوثائق الرقمية وكيفية اكتشافها. The training achieved that our participants learn more about the document security, about the international standards on the security features in the passports with authentic documents where our participants can, using technical equipment and knowledge provided, they can inspect the passports and to come to the conclusions, is this forged or it's not forged. ويعكس تنظيم هذه الدورات حرص وزارة الداخلية على تنمية مهارات العناصر البشرية لديها في مختلف مجالات العمل الأمني لأداء المهام بكفاءة وفاعلية. بتقول الدولة اهتمام كبير بتنمية سيناء، والحقيقة ان الدولة توسعت كثيرا في المشروعات المختلفة التي تقام في سيناء وتحديدا مشروعات البنية التحتية. الحقيقة ان سيناء يعني بوابة مصر الشرقية ببساطة، يعني تنمية سيناء معناها الحفاظ على الامن المصري. مشروعات كثيرة للبنية التحتية وكذلك مشروعات لتمكين اهالي سيناء وتوفير حياة كريمة لاهلنا في سيناء. هنتابع تفاصيل اكتر عن تنمية سيناء في التقرير اللي جاي. اهتمام غير مسبوق حظي به ملف تنمية سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم. ظهر ذلك جليا في المشروعات القومية ومخصصات الموازنة المتتالية وحجم الاستثمارات التي رصدتها الدولة لتطوير أرض الفيروز خلال السنوات الماضية. تنوعت المشروعات التنموية في سيناء ما بين صناعية وزراعية وتجارية وتنفيذ شبكة بنية تحتية وربط سيناء بالدلتا وباقي المحافظات. لم تقتصر محاور التنمية وربط سيناء على الربط الداخلي، وإنما شملت أيضا الربط الدولي لسيناء لتسهيل حركة التجارة الدولية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد من خلال ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، والذي ساهم في تحقيق أعلى إيرادات لمصر على الإطلاق. بشكل متوازن قامت الدولة بتنفيذ مشروعات متعلقة بمياه الشرب والكهرباء فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي. التوسع في مجال البناء العمراني واكبه توسع في مشروعات التعليم فضلا عن الحماية الاجتماعية التي أولت الدولة اهتماما كبيرا بها لتتضاعف أعداد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة. عمليات التطوير والتوسع شملت أيضا إنشاء محطات تحلية مياه البحر والآبار، الأمر الذي أسهم في دعم القطاع الزراعي بشكل كبير.
ضخت الدولة أيضا مليارات الجنيهات في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في سيناء، والتي ساهمت في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء سيناء. تواصلت جهود الدولة لتنشيط قطاع السياحة والآثار في سيناء من خلال تطوير وتأهيل المتاحف الأثرية والمحميات، مسارات عديدة ومتنوعة سلكتها الدولة المصرية لتنمية أرض الفيروز في إطار توجيهات الرئيس السيسي لصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان لدعم المجتمع السيناوي على كافة الأصعدة. إلى وزارة التعليم والتعليم الفني، وتحديدا دكتور رضا حجازي الذي كان يشارك في معرض تعليمي بمؤسسة أخبار اليوم الصحفية، أشار أو دعا الحقيقة السادة أولياء الأمور اللي أبنائهم حصلوا على الثانوية العامة هذا العام للاطلاع على التخصصات الجديدة التي أصبحت موجودة في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة. والحقيقة التوجيه ده شديد الأهمية، لأنه مصر في السنوات الأخيرة انفتحت على تخصصات جديدة، وحنتابع أكتر تفاصيلها في التقرير اللي جاي. إنما ده واحد من العناصر المهمة، انتهى وهم كليات القمة وانتهى وهم الكليات الضعيفة أو الكليات اللي يعني لأن مجموعها بسيط فهي غير ذات قيمة، لكن الحقيقة إنه الدولة فتحت مجالات جديدة تحديدا في التعليم، وده اللي لابد ننتبه إليه لأنه القادم والمستقبل لهذه التخصصات. خلينا نتابعها أكتر في التقرير اللي جاي. أكبر معرض للتعليم العالي نظمته مؤسسة أخبار اليوم للسنة السابعة على التوالي انطلقت فعالياته لمدة يومين للاطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة للطلاب والتي تتناسب مع رغباتهم للالتحاق بالمعاهد والجامعات المختلفة. المعرض أنا بعتبره فرصة ذهبية لأي طالب ولي أمر أو أي حد مهتم بالتعليم بشأن العام عموما، لأن إحنا كأسر ميزانيتنا بالكامل بنوجهها لح التعليم. يعني حضرتك عارفة ان يعني بالعكس احنا بقينا بنقتطع من قوتنا علشان ندعم التعليم، علشان هو ده مستقبل البلد اولا ومستقبل اولادنا كلها. اكبر جامعات على مستوى العالم بتعرض هنا كل البرامج الاكاديمية اللي تحتويها 26 كلية، بنقول اكتر من 300 برنامج، منه ما هو المينستريم اللي هي البرامج العامة، بالاضافة الى البرامج المميزة او متخصصة او الناس بتطلق عليها نظام كريديت اور. معظم الطلاب دلوقتي بيسألونا على الذكاء الاصطناعي، فهو طالع دلوقتي ترند جدا، كل الطلاب بيسألوا عليه او شايفين ان هو المستقبل ان شاء الله في الذكاء الاصطناعي. احنا بالفعل عندنا في الجامعة بنوفر الذكاء الاصطناعي، ويتيح المعرض للطلاب الكثير من المنح والبرامج الدراسية الجديدة المتميزة بكل مؤسسة تعليمية، مما ساهم في زيادة الإقبال عليها خلال السنوات الماضية. تعرف واحد صاحبي الصراحة هو اللي قال لي، فحمسني ان انا اجي وجينا النهارده، والحقيقه انبسطت جدا بالتجربه. يعني في ناس كتير بتديني معلومات وتحسسني لا ما خلاص الطريق ما وقفش وممكن تكملي في اي مكان والدنيا كويسه. يعني انا النهارده جيت علشان اشوف الفرص المتاحه ليا والمجموع بتاعي متاح له الحاجات ديت، وفي الكليات والمعاهد المتاحه ليا الحاجات دي الفرص يعني ظهران. وشارك هذا العام في المعرض العديد من الجامعات والمعاهد، وأشاد بدور المعرض في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على مؤسسات التعليم العالي بكافة أنواعه الحكومي والأهلي والخاص والتكنولوجي، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية والخاصة. نظرة أخيرة قبل الالتحاق بالتعليم الجامعي يوفرها المعرض للطلاب وأولياء الأمور للتعرف على تخصصات مختلفة، يتم الاختيار على معرفة كاملة بما يتفق مع ميول الطالب وإمكانياته. بسمة الشاعر، النيل. أيضا فيما يخص حالة الجوية والطقس، الحقيقة هيئة الأرصاد الجوية بتشير إلى أنه النهاردة هيكون طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع ضيفتنا الكريمة على الهاتف دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره منار.
الحقيقة أنه النهاردة كمان فيما يخص تقرير هيئة الأرصاد الجوية اليومي أشار أيضا إلى حالة البحر، وحالة البحر متوسط هتكون معتدلة إلى مضطربة، ارتفاع الموج هيكون من متر ونص إلى مترين ونص، حالة البحر الأحمر هتكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى ربع إلى مترين وربع تقريبا. طيب خلينا بعد شوية إن شاء الله نتابع مع دكتورة منار غانم في متابعتها وتغطيتها اليومية لنا في درجات الحرارة وفي الطقس بشكل عام. بس خلينا نقول يعني بصراحة شديدة انه بدأنا نشعر بنسمة ولو بسيطة خالص، بس بالتأكيد كلنا شاعرين ان الجو ألطف كتير من الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا، كانوا يعني صعب جدا الجو فيهم. خلينا نروح لوزارة الصحة. وزارة الصحة تحديدا المؤسسة العلاجية في وزارة الصحة أقامت مؤتمر علمي الحقيقة في تخصصات دقيقة للغاية، تخصصات القلب تحديدا. مؤتمر بيهدف إلى الوقوف على أحدث مستجدات التشخيص والعلاج فيما يخص أمراض القلب المختلفة تحديدا في القسطرة القلبية والقلب المفتوح. محمد حلمي زميلنا ومراسل النيل تابع معنا هذا المؤتمر وأتى إلينا بكثير من التفاصيل في التقرير اللي جاي. على خلفية المبادرة الرئاسية للقضاء على قوام الانتظار وفي إطار التعليم الطبي المستمر، نظم قسم القلب والقسطرة بمباراة مصر القديمة يوما علمي لاستعراض أحدث المستجدات والتقنيات العالمية في مجال جراحة القلب والقسطرة، والتي ستحدث ثورة علمية في علاج العديد من الأمراض المستعصية لمرضى القلب زي الانسدادات المزمنة اللي هي السي تي او وزرع الصمام الأورطي عن طريق القسطرة، ودي واحدة من التقنيات المستشفى بتتميز بها في وزارة الصحة، وبتنفذ أكبر عدد من الحالات من المعقدة وزرع الصمام الأورطي عن طريق القسطرة. التقنية دي بتبقى في مرضى الانسداد الصمام الأورطي وسنهم بيتجاوز 70 سنة وعندهم مشاكل مرضية تمنع من دخولهم العمليات وجراحة قلب مفتوح، فاحنا بنقوم بالتقنية الحديثة اللي هي المريض بيخش في نفس اليوم ممكن تخدير بسيط، بنزرع الصمام الأورطي بدون تخدير كلي، المريض يمكن يمشي تاني يوم يروح تاني يوم عملية زرع الصمام الأورطي بدون الريسك أو المخاطرة العالية بتاعة جراحة القلب المفتوح. نستقبل طلبة زمالة المصرية بدءا من أول سنة بطنة، بالأربع سنين اللي بعديها بسنة القلب، بسنتين للقسطرة التداخلية، وده بيحط علينا مسؤولية التطوير التعليمي والتعليم الطبي المستمر، وبيبقى عندنا محاضرات بصورة أسبوعية بتتقدم لطلبة الزمالة مع الجزء الإكلينيكي اللي بيتقدم لهم في القسطرة. عندنا كمان في مؤتمر سنوي بيتعمل لأحدث التقنيات في علاج دي المزمن للشريان التاجي او اللي احنا بنسميه السي تي او، لان من المهم جدا ان احنا نحافظ على مواكبه التطور في التعليم، وان احنا ننقل دايما احدث الدراسات واحدث العلاجات اللي بتتقدم عشان نقدر نقدم خدمه مميزه للمريض المصري. كما تم خلال المؤتمر العلمي استعراض احدث التقنيات التي تم ادخالها للعديد من التخصصات الطبيه بمبرة مصر القديمه، وكيفيه تاهيل الكوادر الطبيه والتمريضيه في التعامل معها وفقا لمعايير الجوده العالميه. او في مكان ضيق مزمن في شريان التاجي نقدر نعمل بواسطه الشنيور القلب الحديث ده ان احنا نعمل جوه في قناه نقدر ندخل منها بالدعامه او البالونه ونوسع شريان العيان بدل ما نلجا للجراحه التقليديه. ده بالنسبه للقلب. بالنسبه لوحده المخ واعصاب في جهاز رسم مخ وجهاز رسم عضلات واعصاب. بالنسبه لوحده سمعيات قدرنا نطور وحده سمعيات بجهاز سمعيات حديث وجهاز اتزان الاذن وجهاز قياس ضغط الاذن. بالنسبه للاساطر المخيه بدانا نعمل وحده السكته الدماغيه، ان هو حالات اللي لا قدر الله الطرقه اللي بيجي له لا قدر الله جلطه في المخ فما بيقدرش ينتظر، فاحنا دلوقتي عملنا وحده جلطات الدماغيه ان هو العيان ممكن يتلحق في وقتها خلال من 4 لـ6 ساعات وممكن يدخل الاسطره المخيه نقدر نداوي بالجلطه دي. زرع الصمام الاورطي عن طريق الاسطره، ودي حاجه طبعا تعتبر حديثه جدا ومتقدمه جدا، والمستشفى عملت عدد حالات كبير فيها والحمد لله كلهم عدوا بنجاح كبير جدا. جراحات العظام كلها، تغيير المفاصل الركبه والفخذ، وعندنا مناظير الكتف ومناظير الركبه متميزه جدا جدا، ومعنا ستاف يعني محترم جدا من اساتذه الجامعه.
الكشف عن أحدث الأبحاث والتقنيات العالمية في مجال جراحة القلب والقسطرة خطوة مهمة لتعليم شباب الأطباء، والتي ستحدث طفرة نوعية لتكون أملا جديدا في العلاج. محمد حلمي، النيل. نعود من جديد لنستقبل ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف للاطمئنان على حالة الطقس والأحوال الجوية بشكل عام. ضيفتنا الكريمة دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. مع السادة المشاهدين يا فندم، تابعنا تقرير حضراتكم اليومي فيما يخص الأحوال الجوية والطقس، لكن يعني اجتهاد مني والله، يعني إحساسي بس بالجو إن احنا بدأنا نشعر ببعض النسائم حتى في أثناء النهار، حتى رغم الرطوبة الواضحة، رغم الحرارة الواضحة، لكن أصبحنا نشعر ببعض النسائم بالنهار، وطبعا بتكون واضحة بشكل أكبر في المساء. فهل نقدر نقول إنه هذه الموجة الشنيعة التي عانى منها المصريين على مدار الأسابيع الماضية نقدر نقول أنها نسبيا اتكسرت؟ بالفعل، يمكن بدأت بالفعل درجات الحرارة، يعني يمكن أمس وأول أمس بدأنا نحس أن في تحسن في درجات الحرارة بشكل كبير. بدأت درجات الحرارة تنخفض في معظم محافظات الجمهورية، بدأنا نحس بنسمات الهواء اللطيف بالفعل فترات المساء وساعات الليل، بدأنا نحس كمان ان في نسب رطوبة اقل رغم ان وجود نسب رطوبة الموجودة في الجو، لكن في عوامل بتأدي لعدم احساسنا بنسب رطوبة بدأت تظهر معانا زي نشاط الرياح، وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا. بالفعل احنا بنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بيعمل على انخفاض درجات الحرارة، بيعمل كمان على توزيع رطوبة في عمود الهواء ككل، ما بيحبسهاش في طبقة قريبة من سطح الأرض زي الأيام الماضية. كمان احنا بنتأثر على سطح الأرض بامتداد مرتفع العروض الوسطى، وده مرتفع جوي مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط من جنوب أوروبا منخفضة ومعتدلة في درجات حرارتها، فده أدى لانخفاض درجات الحرارة. بدأنا نسجل عظمى على القاهرة الكبرى في الظل 33 درجة مئوية محسوسة 35 درجة مئوية، وطبعا ده تحسن كبير في درجات الحرارة بالنسبة للأيام الماضية. ويمكن أغلب المحافظات بتشهد تحسن في درجات الحرارة، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، حتى كمان شمال الصعيد 36 درجة مئوية، جنوب الصعيد طبعا 41 درجة مئوية. كل درجات الحرارة أنا بذكرها دي في الظل طبعا محسوسة نتيجة وجود نسب رطوبة في الجو ممكن تبقى أعلى بحوالي من درجتين لثلاث درجات. فأجواء فترة النهار بدأنا نحس بيها، خاصة فترة الظهيرة، هي أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد، لكن طبعا أقل حدة بكثير من الأيام الماضية. نيجي فترات الليل بيكون طبعا مع غياب أشعة الشمس في انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، وأجواء معتدلة تماما خلال فترات الليل، خاصة إن في كمان نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية. يساعد نشاط رياح على عدم إحساسنا بنسب الرطوبة، تلطيف الأجواء بشكل كبير، ونسمات الهواء اللطيفة فترات الليل، وحس بالفعل انخفاض في درجات الحرارة. لكن كمان نشاط رياح اليوم هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد. يعني عند أسوان وأبو سمبل ممكن نلاقي بعض الأتربة والرمال المثيرة اللي ممكن تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية. كمان طبعا معانا ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط وتحديدا في الجهة الغربية عند مطروح والعلمين والاسكندرية، كمان بلطيم ودمياط وبورسعيد، المناطق دي معرضة او شواطئ البحر المتوسط معرضة لسرعات رياح بتوصل لخمسين كيلو متر على الساعة وارتفاع امواج ما بين 2 لـ 2.5 متر، فلازم كل السادة المستفيدين على الشاطئ ياخدوا حذرهم، عدم التعمق داخل البحر المتوسط بشكل كبير، ودايما نكون في منطقة قريبة من الشط. لكن طبعا اعمال الصيد والملاحه البحريه هي يعني في طبيعتها ما فيش اي حاجه هتاثر على اعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن البحر الاحمر هيكون في خليج السويس اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه، ارتفاع الامواج هيوصل ل 70، هيوصل سرعه الرياح الاول هتوصل ل 170 كيلومتر، هيطلع ل 70 كيلومتر على الساعه، ارتفاع الامواج ما بين 2.5 ل 4 متر خليج السويس. فلازم ناخد بالنا بشكل كبير اعمال الصيد والملاحه البحريه، الساده الصيادين نتجنب يعني خليج السويس اثناء فتره الاضطراب اللي هيكون مدتها اليوم. لكن بصفه عامه درجات الحراره في معظم المحافظات اتحسنت، بدانا نحس بنسمات الهواء اللطيفه، وده متوقع ان يكون معانا كمان على مدار الاسبوع اللي جاي. يعني احنا بنتكلم في متوسط درجات حراره خلال الاسبوع المقبل على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، حلو قوي، 36، فالحمد لله في تحسن كبير في قيم درجات الحراره، ومتوقع يكون معانا خلال الايام المقبله مع وجود نسب رطوبه في الجو احيانا تخلينا نحس بمزيد من قيم درجات حراره اعلى او محسوسه اعلى من قيم درجات الحراره المتوقعه،
لكن نقدر نقول ان هي اجواء صيفيه معتدله خلال الوقت ده. طب دكتورة منار، يعني عايزه بس استفسر على شيء حضرتك ذكرتيه فيما يخص الرمال والاتربه اللي موجوده في اسوان، هل ستتحرك هذه الرمال والاتربه الى محافظات اخرى؟ يعني لا اجمع ولا ابالغ ان قلت انه كثيرين يعانون هذه الايام من بعض انواع الحساسيه، بعض انواع السعال المتكرر والكحه المستمره، هل نقدر نقول انه الجو في شيء من الاتربه ولا هذه العواصف الترابيه فقط هناك في أسوان في الجنوب؟ يعني هو طبعا هي مش هتوصل لحد العاصفة الترابية، هي بعض الأتربة والرمال المطرة إن شاء الله مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، وتنحصر فقط في المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد، ممكن بعض المناطق من الصحراء الغربية، لكن المناطق الشمالية اللي هي السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، المناطق دي كلها مش هتتأثر بأي أتربة ورمال مطرة، فقط في تحسن في الأحوال الجوية. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شرفتينا، شكرا جزيلا لحضرتك. وإذا هذا الخبر الرياضي الهام والمفرح الحقيقة، منتخبنا الوطني تأهل للمربع الذهبي في كأس العالم لكرة اليد للناشئين. الحقيقة أنه منتخبنا فاز على منتخب جزر فاروق بنتيجة 38-34 في دور الثمانية. الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 32-32 بين الفريقين، لكن منتخب الفراعنة المنتخب الوطني المصري حقق الفوز الحقيقة في الشوطين الإضافيين. جدير بالذكر أنه مصر حصلت على لقب كأس العالم للأندية، عفوا كأس العالم لكرة اليد للناشئين في عام 2019. من مصر خلينا نروح بسرعة لتونس الخضراء، البلد الحبيب الشقيق، وفيها شاب الحقيقة عنده موهبة وعنده إبداع وعنده أفكار خلاقة، جمع من خلالها بقايا الخردة بشكل عام وبقايا قطع حديدية وبقايا المصانع، صنع منها مجسمات وأعمال فنية لطيفة للغاية. بيطمح هذا الشاب التونسي أنه أعماله تعرض للجمهور بشكل واسع وأنها تلقى رواج وتلقى قبول من الجمهور. خلينا في التقرير اللي جاي نتابع ونقول رأينا في أعمال الشاب التونسي. لم تقف الأمية وظروف الحياة الشاقة عائقا أمام الشاب التونسي زهير البخاري البالغ من العمر 36 عاما، والذي بنى لنفسه عالما فنيا خاصا ليقدم أعمالا فنية مبتكرة ومجسمات ينفذها من الخردة وبقايا المصانع والمهملات الصناعية ومشتقات الحديد لتخرج إبداعات فنية. أنا ألم في الخردة من البوبال، من البحر، من الكياس، من كل بلاصة، أنواع الخردة الكل نعمل به في مجسمات فنية. ومن داخل ورشته الصغيرة وبرفقة مطرقته وباقي معدات العمل يرسم زهير عالمه الخاص، فهناك يبدأ وينهي يومه الذي يقول إنه مليء بالأحداث والحكايات التي يجسدها بلمساته الفنية ويشكلها بأنامله. أنا ما نرسمش بيدي، أنا نرسم بالحديد، نرسم بالخردة، فهمتني؟ ما نرسمش، ما يعني ما نشوفش تصويرها كي ونبدأ، ليه ليه ليه؟ نرسمها هنا نتخيلها، مكثرية نتخيل حكايات الناس. يقوم زهير بجمع الخردة وبقايا الحديد ليشكل منها قصصا من الواقع، وكأنه يحاكي الفرح والحزن والرغبة والحرمان في أشكال مختلفة. وبرغم صعوبات الحياة استطاع زهير التشبث بأحلامه وحول حرفته لتصبح مصدر دخله، ويأمل الفنان الشاب أن تخرج أعماله الفنية إلى جمهور الفن خارج تونس. وإلى سوريا الحبيبة الشقيقة، ورغم الظرف السياسي على الأرض ورغم الظروف الاقتصادية المختلفة، لكن الحقيقة سوريا المبدعة المقاومة ما زالت وللعام الثالث على التوالي بتقدم مهرجان ليالي دمشق للفنون بشكل عام. ليالي قلعة دمشق بيشارك فيها فنانين محليين وإقليميين وبيتفاعل مع الفرق الموسيقية المختلفة، جمهور عريض الحقيقة لمتابعة العروض الفنية. دمشق والشوام بشكل عام بيعتبروا ان الموسيقى هي الحياة، اسعار التذاكر متاحة لشرائح اجتماعية مختلفة، يعني ليست مرتفعة بالقدر الصعب لكنها متاحة للجميع. سوريا تحديدا بتشتهر بالقدود الحلبية، لون من ألوان الموسيقى المهم والمشهور هناك في سوريا.
هذا اللون الحقيقة كمان مش بس رغم ان هو لون محلي لكنه استطاع ان يخرج خارج الحدود السورية وينتقل الى المنطقة العربية ويكون له جمهور عربي كبير خارج الاراضي السورية. لكن كل التوفيق للمهرجان، كل التوفيق للشعب السوري الحبيب. إلى روسيا. وبعد 47 عام روسيا بتطلق قمر، أو تحديدا صاروخ اسمه سيوز. هذا الصاروخ بيحمل مسبار هيصل إلى سطح القمر في مهمة الحقيقة هي الأولى من نوعها منذ 47 عام. في أول مهمة من نوعها منذ نحو نصف قرن أطلقت روسيا صاروخا إلى القمر لاستكشاف الجرم السماوي. الصاروخ سيوز الذي يحمل المسبار لونا 25 انطلق من قاعدة في أقصى شرق روسيا بعد تأخيره لعدة مرات. وتسعى روسيا لتكون أول قوة تنفذ هبوطا آمنا على سطح القطب الجنوبي للقمر. هي منطقة وعرة يعتقد أنها تحتوي على رواسب هائلة من الجليد المائي تمثل مصدرا محتملا للمياه وقد يساهم في وجود أحد أشكال الحياة. من المتوقع أن تستغرق الرحلة ما بين 4 أيام ونصف إلى 5 أيام ونصف. وبمجرد وصولها إلى القمر فإن مهمة المسبار لونا 25 الذي يزن 800 كيلوغرام ستكون أخذ عينات من التربة وتحليلها وإجراء أبحاث علمية على المدى الطويل، وذلك على مدار عام على الأقل. هذا الإطلاق هو أول مهمة للبرنامج الروسي الجديد، ويأتي في وقت ترغب فيه موسكو في تعزيز تعاونها الفضائي مع بكين وسط توتر على مختلف الأصعدة مع قوى الفضاء الغربية بسبب ملف أوكرانيا. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي تسعى موسكو للابتكار في مجال استكشاف الفضاء، وتواجه برامجها الآن منافسة ليس فقط من الجهات الحكومية ولكن أيضا من المبادرات الخاصة مثل سبايس إكس للملياردير إيلون ماسك. كما أن إطلاق هذا الصاروخ يأتي بعد 4 أسابيع من إطلاق الهند صاروخ شاندريان 3 إلى القمر، والذي من المقرر أن يصل إلى القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس الجاري. الهبوط على القمر أمر صعب بسبب عدم استواء سطحه، لكن القطب الجنوبي وجهة معروفة، إذ يعتقد علماء أنه ربما يحتوي على كميات مهولة من الجليد الذي قد يستخدم في استخراج الوقود والأكسجين بالإضافة إلى مياه الشرب. درجة الحرارة المرتفعة الحقيقة مرتفعة في كل أنحاء العالم، وكتير من الدول تأثرت بهذا الأمر تأثر بالغ. بالتأكيد ربنا يحفظ مصر، يمكن إحنا بنعاني من قليل من الرطوبة، قليل من الحرارة، إنما تابعنا بالتأكيد حرائق الغابات في اليونان على سبيل المثال. خلينا هنا نتكلم عن ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتعاني أيضا من درجات حرارة مرتفعة. لكن في أريزونا عملوا شيء لطيف قوي، تحديدا في مدينة فينيكس قاموا بتركيب رصيف بارد. هي مبادرة وصفت بأنها واقية من الشمس للطرق. الفكرة هي استخدام طلاء رمادي مصمم ليعكس الحرارة وأشعة الشمس، وبتأمل الولاية في إنشاء شوارع أكثر برودة للتخفيف من تأثير الحرارة الشديدة. يحدث هذا التأثير عندما تشهد المناطق الحضرية في الولاية درجات حرارة أعلى بكثير من المناطق الريفية. بالضبط كده، هي الأشجار الحقيقة اللي بتساعد على تلطيف درجة الحرارة، لكن في المدينة ونتيجة قلة المساحات المزروعة في المدينة ده بيسبب إحساس كبير بارتفاع درجات الحرارة. المناطق الريفية بيختلف فيها درجة الحرارة عن المدينة، وطبعا في المدينة تركيز الأسطح بتمتص الحرارة زي الأسفلت والخرسانة وغيره. ولاية أريزونا في يونيو الماضي قامت بتركيب 100 ميل من الأرصفة الباردة، ومن جانبها أكدت أستاذة مساعدة في كلية الاستدامة بجامعة ولاية أريزونا، أكدت أنه اختبار مباشر على رصيف بارد وطريق تقليدي، واستخدمت أداة لرصد حرارة الجو الحقيقة في هذه المناطق، وسجل أداء الأرصاد الجوية درجة حرارة الرصيف البارد 109 فرنهايت، بينما كانت درجة الحرارة على الأسفلت العادي 114 درجة فرنهايت، يعني تقريبا في 5 أو 6 درجات أقل مع هذا الرصيف الرمادي اللي نقدر نقول عليه رصيف بارد أو بيساعد على تخفيف درجة الحرارة.
نرجع مرة تانية لمصر وتحديدا علماء اكتشفوا، طبعا علماء حفريات اكتشفوا بقايا حوت موجود وعاش في مصر من 41 مليون سنة. بقايا لحوت عاش في مصر قبل 41 مليون سنة اكتشفها علماء أحافير بوادي ريان بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة، والتي تعد من أقدم أحافير هذا النوع من الحيتان في إفريقيا المنقرضة. أطلق على الحوت اسم توستياتيوس ريانسيس تيمونا بالفرعون الطفل توت عنخ أمون من سيتوس التي تعني الحوت باليونانية. أستاذ علم الأحافير الفقارية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور هشام سلام قال في بيان إنه رغم أن هذه المجموعة من أسلاف الحيتان كانت قد طورت خصائص تشبه الأسماك مثل تحول الطرف الأمامي إلى زعانف واستطالة الفقرات ونمو زعنفة الديل، إلا أنها كانت تملك أطرافا خلفية يمكن رؤيتها بما يكفي لتسميتها أرجلة، والتي لم تكن تستخدم في المشي إطلاقا لضآلة حجمها. تم العثور على الحفرية في جزء من مصر كان يغطيه البحر في السابق، حيث يقع أيضا وادي الحيتان ويحتوي على بقايا أحفورية لا تقدر بثمن وفقا لليونسكو. وفي شهر أغسطس من العام 2021 اكتشف علماء آثار مصريون حفرية لنوع جديد من الحيتان البرمائية يعود تاريخها إلى 43 مليون سنة في منطقة الفيوم. وبطول أكثر من 3 أمتار وحوالي 600 كيلوغرام قدمت مصر في يوم ستيوس أنوبيس على أنه الحوت الأقدم والأكثر ضراوة في إفريقيا. النهاردة بنتكلم مع حضراتكم عن شخصية شديدة الأهمية بالنسبة للشعب المصري، هو نقدر نقول عليه شيخ القانونيين دكتور عبد الرازق السنهوري الذي ولد في الإسكندرية في 11 أغسطس عام 1895، تلقى تعليمه هناك وانتسب لمدرسة الحقوق عام 1913، وفي نفس الوقت كان يعمل موظف بوزارة المالية، حصل على ليسانس الحقوق عام 1917 وأرسل في بعثة إلى فرنسا وكتب هناك رسالتين للدكتوراه، الأولى كانت في القانون المدني وفلسفته، الثانية كانت حول مفهوم السلطة في الخلافة الإسلامية. استمر دكتور عبد الرازق السنهوري وبدأ مسيرته مبكرا حين عين وكيلا للنائب العام في المنصورة عام 1917، بعدها عمل مدرسا بمدرسة القضاء الشرعي التي أنشأها الشيخ محمد عبده، وكان ذلك في عام 1920، ثم عميد لكلية الحقوق بالقاهرة عام 1926. أيضا انتهى السنهوري من وضع القانون المدني في عام 1945 وطرحه للمناقشة في مجلس الدولة، وتم إقراره وصدوره عام 1948 هذا القانون الذي أسس عليه السنهوري فيما بعد القوانين المدنية. هذا القانون ومنذ إقراره الحقيقة لم يدخل عليه سوى 6 تعديلات فقط، لأنه بيتميز بوضوح العبارة والمفردات الحقيقة السهلة والبسيطة المفهومة. لم تحكم المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعدم دستورية أي نص من نصوص القانون المدني، بل إنه المحكمة الدستورية بتستعين بأفكار السنهوري القانونية الذي كان نقيبها في القانون الإداري مثلما كان فقيها في القانون المدني والخاص. اختير عبد الرازق السنهوري وزير للمعارف في عام 1945، ثم رئيس لمجلس الدولة في عام 1949، وظل بالمنصب حتى عام 1954. عند قيام ثورة يوليو 1952 أيدها السنهوري وشارك في صياغة المبادئ الستة للثورة التي أعلنها مجلس قيادة الثورة وأطلق عليها عقد النور، كما شارك في صياغة بيان تنازل الملك فاروق عن العرش وفي صياغة قانون الإصلاح الزراعي. واحد من العباقرة في مصر تقريبا هو شيخ القانونيين الدكتور عبد الرازق السنهوري الذي وضع القانون المدني في مصر. سنترك حضراتكم سريعا مع عين الكاميرا تصوير لأهم اللقطات حول العالم، وهذه المرة ننطلق بكاميرتنا إلى هاواي وهنتابع فيها تفاصيل في الصورة القادمة.
انتهت فقرتنا الأولى مع حضراتكم وجولتنا الإخبارية.